وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن جلالة الملك المفدى دائما ما يوجه الوزراء ورئيسي مجلسي الشورى والنواب إلى ضرورة التعاون المستمر والمثمر بين السلطتين. من المعروف أن الأصل في الحقيقة في العمل التشريعي هو التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نصوص الدستور تؤكد على ضرورة تعاون السلطات جميعا. نعم. واعتقد تعاون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على مدى 19 عام السابقة في الفصول التشريعية الخمس الماضية أكد بأن هناك تعاون وثيق، هناك تواصل دائم في الحقيقة بين رئيسي السلطتين على مدى السنوات السابقة من خلال أو مباشرة أو من خلال الوزراء المعنيين. أنا يعني في الحقيقة أذكر دائما في زياراتنا لجلالة الملك الله يحفظه بأنه هو دائما يوجه الوزراء اللي معنا في الاجتماعات ويوجه رئيسي مجلسي الشورى والنواب إلى ضرورة التعاون المستمر والمثمر بين السلطتين، بأن فعلا استطعنا أن ننجز العديد من القوانين، بعضها المستعجل وبعضها الذي يأخذ مساره الطبيعي دون استعجال. ننجز العديد من القوانين التي لها مصلحة رئيسية في خدمة المواطن والوطن. اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والنواب تنص في بعض في أحد بنودها أن ضرورة بإمكان في الحقيقة أن يحضر وزير شؤون مجلسية اجتماعات هيئة المكتب لوضع جدول الأعمال.